خلال الفعالية أيضا وكما جرت العادة، سيادة الرئيس كان حريص على تكريم أسر الشهداء وأسماء شهدائنا الأبرار والأبطال والتقاط الصور التذكارية مع أسرهم، الأب والأم والزوجة والأبناء. في الحقيقة يعني كمان بتبقى لحظات يعني مؤثرة جدا، خصوصا لما بيبقوا حريصين إن هم يتكلموا مع سيادة الرئيس، وسيادة الرئيس بيبقى دايما بيسألهم لو محتاجين حاجة، في أي حاجة ناقصاهم. والحقيقة إنه كنت بقول لحضراتكم في البداية، جيل بيسلم جيل وشهيد بيسلم شهيد، فتجد في قائمة الشهداء النهاردة من استشهد في 2015 و2016 و17 و18 وصولا إلى 2021. من بين المكرمين أيضا النهاردة كان هذا الطفل الجميل، ربنا يحفظه يا رب، نجل الشهيد البطل محمد جمال محمد الأكشر. بلال هو اسم نجل الشهيد، والده استشهد وبلال كان عنده سنة وشهرين، وقال إنه ملحقش يشوف والده رحمة الله عليه. ثم بعد استشهاد والده الشهيد البطل محمد جمال محمد الأكشر، والدة بلال أرملة الشهيد راحت في رحلة حج بعد 6 شهور من استشهاد البطل الشهيد محمد جمال محمد الأكشر، ولم تعد، ذهبت إلى زوجها. وكان بلال عنده وقتها حوالي 1.5 سنة. جدته ربنا يبارك فيها ويديها الصحة يا رب هي المتولية تربيته، وبلال كان حريص على انه يقول كلمه النهارده في الندوه التثقيفيه، طبعا مش هحكيها لحضراتكم، خلونا نسمعها منه. انا بلال ابن الشهيد البطل النقيب محمد الاكشر. بابا استشهد في سينا وانا كان عندي 1 سنة و2 شهر. انا ما لحقتش اشوف بابا، بس كنت بسمع عن بطولاته من تيتا واصحابه، وكانوا بيقولوا لي دايما بابا بطل وعمره ما خاف. بعد استشهاد بابا ب6 شهور ماما راحت الحج، وكان حلمها تلحق بابا في الجنة. ماما ماتت في السعودية. أنا كان نفسي أعيش معاكم، بس مدام ربنا عايز كده أنا مش زعلان. أنا عاوزكم تكونوا مبسوطين في الجنة. أنا كان نفسي أعيش معاكم، أنا بكتب ليكم جوابات وبقول لكم وحشتوني قوي. انا اطمنوا عليا، ان شاء الله هكبر وهبقى ظابط وهجيب حق بابا واحقق حلم ماما. انا ابن شهيد البطل النقيب محمد الاكرم. ربنا يا رب يحفظك يا بلال، وتكبر وتحقق كل احلامك يا رب.